واحد برضو من مشاهدي ساد سجن بيقول اعمل في الخرسانة الجاهزة بابو ظبي وعمل كله نصب وسبة واريد تركه واذا تركته سوف لا اجد فرصة عمل اخرى وصاحب العمل يرفض ترك العمل ماذا افعل؟ لا ما انت طبعا ما تفقدش ابديتك من جهة العمل. لو قدرت انك انت تشتغل في الخرسانة من غير النصب والسرقة يبقى كويس، ما قدرتش سيب الخرسانة وبلاش تروح جهنم فأبو ظبي.